أفرولاند بتخطط عشانك وعملت لك فدان العيلة. أيوة أنت مش قليل، إحنا منك وعلينا ميت. عروضنا غير أي حد وأكتر ما أنت متخيل. اضمن وظيفة ابنك في ملكه ولم شمل العيلة في فدان العيلة بأقل سعر وأقل مقدم وأطول فترة سداد. مقدم 35,000 وقسط شهري 500 جنيه على 100 شهر. أفرولاند في جميع أنحاء مصر، ولما تختار يبقى اختار الأصل. على كتافي تخافي ازاي وانا موجود يا بلدي، هنفرش كل شبر ورود، على كتافي هنزرع بكرة بالأحلام. الأرض مسجلة بضمان أفرولاند لإدارة المشروعات. تعال نبني عشان ابنك وابني. أفرولاند إدارة تسويق تنمية. بإيدين أحلى شباب في الكون، مصر هتزرع كذا مليون، هنصمم عالحلم ونوصل، وطريقنا اللي ابتدى راح يكمل بالصبر هيحلى وهيهون. يا رب بفضلك قدرنا وعلى كل العقبات تنصرنا، والصحراء الصفراء تخضرا وساعدنا بإيدنا نطورا. بسم الله على الله توكل، حددنا هدفنا وسكتنا، بإيدينا احنا هنزرع عقولنا، واللي بينوي بجد بيقدر لما يهل الخير ده ويكتر، نملك قوتنا وحريتنا. مشاهدينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج من سيزرع المليون. الحقيقه النهارده معانا مجموعه من الاستشاريين في القطاع الزراعي والمنتشرين بصوره كبيره بين المزارعين. هنناقش قضيه مهمه جدا وهي قضيه التقلبات الجويه والطقس السيء اللي تعرضت ليه الكثير من المحافظات في مصر، واكيد كان المزارعين هم الاكثر تضررا من هذه الموجه. زراعات كتير تعرضت لخسائر كبيرة، سواء صوب زراعية أو محاصيل خضر أو محاصيل فاكهة. إحنا معنا النهاردة المهندس كرم سليمان، وهو استشاري زراعي في محصول المانجو وخبير في تغذية النبات. أهلا بحضرك يا باشمهندس. معنا كمان المهندس سالم بونيم، استشاري زراعي محصول العنب. أهلا بحضرك يا باشمهندس. كمان معنا الدكتور إسلام حب الدين، وهو خبير في زراعة الخضر وكمان باحث في البيو تكنولوجيا. أهلا بحضرتك. احنا هنبدأ بالمهندس كرم سليمان. بنرحب بيك يا باشمهندس، دي أول مرة تقريبا في البرنامج، وإن شاء الله تكون في مرات كتير خلال الفترة اللي جاية. زي ما قلت إني المزارع هو
كان الأكثر تضررا من هذه الموجة، وده شفناه قبل كده في موجات تانية وفي ظروف سواء في شديدة الحرارة أو شديدة البرودة وصقيع. حضرتك وضع المزارعين خاصة مزارعين المانجو خلال هذه الفترة ايه؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بحضرتك يا استاذ شعبان. الفترة اللي فاتت في المانجا طبعا مش كل المزارع تضررت بنفس الصورة، كويس؟ في مزارع يعني لم يحدث لها ضرر على الإطلاق الفترة اللي فاتت، لكن في مزارع بالفعل تضررت. المزارع اللي دخل الشتاء، فترة الشتاء، وهو مجهز شجرته كويس جدا ومؤسس الشجر بتاعه كويس من بعد فترة الصيف واهتم بتغذيته واهتم بفترة التخزين اللي هي من بداية شهر 7 وراعى كل الظروف الجوية وعرف طبعا طبيعة نمو المانجا، اللي دخل الشتاء وهو مستعد للاستعداد الكامل الشجر بتاعه كان يعني أقل يعني تقريبا ما فيش خسارة ما فيش أي مشكلة بالنسبة له. المزارع اللي أهمل في تجهيز شجره في دخول فترة الشتاء هو المزارع اللي عانى معاناة كبيرة. احنا لو قلنا مثلا يعني ايه تقلبات طقس، نقول ايه يعني ايه الظروف المثالية اساسا لنمو المانجا، وبعدين نقول ايه اللي حصل في الطقس. يعني المانجا من الاشجار الفاكهة الاستوائية او شبه الاستوائية بتعوز خلال تحولات حرارية او ظروف جوية متباينة خلال الموسم، يعني تمام. فترة النمو الخضري من فترة الصيف يعني بتاخد كل فترة من فترات عمر المانجو بالزبط. محتاج درجة حرارة معينة درجة أو ظروف جوية معينة، ما فيش أي نمو بيحصل سواء تزهير أو نمو خضري لازم يكون حاصل تحول حراري معين. يعني النمو الخضري بيحصل تحول حراري من درجة الحرارة الأقل إلى درجة الحرارة الأعلى خلال الصيف، وبعد كده بيحصل دورة نمو تانية في خلال الخريف، بيحصل تحول من درجة الحرارة الأعلى إلى درجة الحرارة المعتدلة. بعد كده بيدخل النبات في فترة الشتاء في مرحلة تكشف، بيحتاج بيحتفظ يعني بدرجات الحرارة أو بيتعرض لدرجات الحرارة اللي هي الأقل لدرجة البرودة. بيجهز نفسه، الشجرة نفسها بتجهز نفسها للتزهير. بعد كده بتخش الشجرة من درجة حرارة الأقل لدرجة الحرارة المعتدلة فبيحصل تزهير، بعد كده بتخش في دورة نمو تانية وهكذا. بيحصل تباين خلال الموسم، والشجرة بتحب الكلام ده، يعني الشجرة خلال الموسم الواحد بتحب الاختلافات وتحولات درجة الحرارة. الاختلاف اللي هو حصل خلال اليومين اللي فاتوا ده تقريبا النبات ما كانش مستعد ليه، فتأثيره على النبات سواء المزارع كان مستعد أو ما كانش مستعد. تمام. يعني هل لو المزارع كان مستعد ما تعرضش لأي تأثيرات بسبب الظروف الجوية دي؟ لا مش في كل الأحوال، يعني هو التقلبات اللي حصلت ما هي إلا يعني ارتفاع درجة حرارة في غير وقتها، أو تعرض النبات لدرجة حرارة أقل في غير وقتها، كويس؟ أو تعرض الحرارة النبات نفسه لرياح في غير وقتها أو بشدة مثلا معينة، أو تعرض النبات لأمطار، ودي حاجات اللي احنا بنقول عليها يعني مضمون تغيرات الطقس. يعني مثلا النبات ده كان داخل الشتاء المفروض ان هو بيتعرض لدرجة حرارة اقل في الشتاء، طبعا حصل ارتفاع في درجات الحرارة مدة من الوقت، فالنبات نفسه استحس ان هو كأنه دخل على فترة النمو الربيع، فحصل تزهير مبكر عند ناس كتير جدا، وكان القرار يا اما الناس هتشيل التزهير المبكر يا اما مش هتشيل التزهير المبكر، وتباين طبعا الاراء كتير جدا على السوشيال ميديا وعلى والاستشاريين، وكل واحد تعامل مع مزرعته بالطريقة المعينة. احنا عند النقطة دي نروح نرجع لها تاني في التباين والاختلافات وتأثيرها خلال فترة جاية، لكن محصول مهم. احنا من شهر حضرتك كنت معانا في مداخلة واتكلمت في ان الشتاء لسه ما دخلش وان في احتياجات للعنب علشان يظهر تقريبا محتاج شتاء، فهل الموجة دي فادت محصول العنب ولا زي ما حصيل تانية خاصة الخضر كان له تأثيرات كبيرة عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ومش بس انا ما بتكلمش بس في الخسائر على النبات، انا بتكلم على السوق، على الصوب، على التجهيزات، على شبكات الري، بصوره عامه المزارع تاثر بالموجه دي ولا لا؟ تمام. احنا بس العنب عايزين ننظره نظره شموليه اكتر، احنا مش هنتكلم عن الموجه دي بس، لكن احنا تعرضنا لموسم مختلف تماما عن المواسم السابقه. موسم 2021 موسم كان مفاجئ لمعظم المزارعين، إلا أن بعض الناس
يعني احنا حذرنا وقلنا يا جماعه لسه الشتاء ما جاش، محدش يستعجل بالتقليم، محدش يستعجل برفع البلاستيك، محدش يستعجل بحاجات كتير جدا. الا ان التحذير ده كان امتى؟ لا كان بدري على فكره، بس طبعا ما كانش على السوشيال ميديا، لكن على المزارعين اللي بتشتغل معنا بشكل مباشر نبهنا عليهم وقلنا. لكن المزارع باصص للموسم اللي قبله وشايف ان العنب المبكر السنه اللي فاتت كان جاب اسعار ممتازه جدا، ف بيتعامل مع النبات كانه آله او معده هو يحط لها الوقود وهي تتحرك وهتمشي. طبعا الكلام ده مش صح، ولو تعاملت مع النبات بالمبدا ده انت هتخسر خساره كبيره جدا. النبات كائن حي بيحس بالتغيرات اللي موجوده زينا بالظبط، لكنه ما بيشتكيش وما بيتكلمش. احنا تعاملنا معاه بصوره قاسيه شويه، بكرنا اكتر من السنه اللي فاتت كمان، رغم ان السنه اللي فاتت كان الجو افضل من السنه دي، ورغم ذلك بكرنا السنه دي، قلمنا بدري جدا، رشينا دورميكس بدري جدا، رفعنا البلاستيك بدري جدا، تعرضنا لموجه حر عملت اجهاد شديد جدا على النبات خاصه المتغطي، فخلت المخزون الكربوهيدرات اللي مخزنه النبات في الفتره اللي هي بعد الحصاد استهلك واستنفذ قبل النبات ما يخرج. فلما النبات خرج اصبح ضعيف وهش، ما تحملش التقلبات الموجوده، حصل اجهاض للعنقيد بشكل كبير جدا. دخلنا في دوامه ان الفدان اللي كان مستهدف منه 10 طن اصبح فيه 3 4 طن، خسائر جامده جدا في الناس اللي بكرت اللي رشت كلها قبل يناير، حصل عندها مشاكل في التخريج. الا استثناء بعض الحالات اللي هي ايه الحاله الصحيه للاشجار، دي رقم واحد، لو الشجره قويه وعندها مناعه بتعافر وتكمل. الحاجة الثانية الصنف نفسه، الأصناف تتفاوت في مقاومتها للتغيرات المناخية. عندنا صنف زي الإل سويت مثلا، صنف قوي جدا ما حصلش فيه ضرر زي صنف الفليم مثلا. وصنف السبيريور اتضرر أكتر من صنف الفليم. بعض الصور اللي مازال العنب. مظبوط. الحاجة الثانية احنا عندنا التقلبات اللي موجودة دي جاية عكس ما احنا عايزين، يعني الشتاء تأخر جالنا حرارة في وقت ما احنا عايزين برد. ودلوقتي جالنا برد في وقت احنا عايزين فيه حراره، فطبعا ده عامل مشاكل. العنب المتغطي يعتبر شبه فلت من قصه التقلبات شويه، لانه متغطي تحت البلاستيك ومحفوظ، يعني البرد ده مش مصر عليه بشكل مباشر زي العنب المكشوف. معنا فيديو للعنب المتغطي على كده معنا على الهواء، اتفضل يا باشمهندس. تمام. ده الفيديو ده من ارض انا بعته لحضرتك عشان خاطر اثبت ان الشجره الحاله الصحيه ليها لو قويه هتعافر وتكمل. العنب ده مرشوش بدري ومتغطي درمكس بدري، الا انه عافر وكمل عشان الشجره لسه شباب ومخزونها قوي. الحاجه اللي بعد كده العنب المكشوف متعرض للموجه اللي فاتت دي بسبب انخفاض الحراره والهواء، تعرض للاصفرار والاجهاد. فان شاء الله هنقول دلوقتي ازاي نتعامل معاه. طيب باشمهندس، بخصوص يعني احنا لو اتكلمنا على المحاصيل اللي هي الفاكهه او الاشجار بتتحمل اكتر من محاصيل الخضر اللي هي سواء في انفاق سواء في صوب سواء بصوره عامه انها بتتعرض للغرق بصوره اكبر، فهل مدى تاثر المحاصيل الخضر خلال هذه الموجه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا هو احنا نبدا التاثر، المزارع اتاثر بشكل سلبي او بنقول موسم استثنائي لمحاصيل الخضر ما مرش على مصر من 10 15 سنه. التأثير السلبي مش بادئ بس من موجة التساقيع اللي احنا فيها، بادئ بمشاكل تسوية كبيرة جدا، انخفاض أسعار المحاصيل الزراعية بأثر بشكل كبير جدا على كل المنظومة الزراعية مش بس على المزارع. وبعدين عندنا مشكلة سلبية تانية برضو لا تقل خطورة عندي، هو زي ما باشمهندسين تفضلوا قالوا تذبذب أو تباين درجات الحرارة، ويمكن أهم وأخطر من اللي احنا فيه دلوقتي هو فرق درجة حرارة الليل والنهار، بتأثر بشكل كبير جدا على محاصيل الخضر نتيجة حساسية محاصيل الخضر بشكل كبير عن محاصيل الفاكهة. فالمزارع طلع من الدروب بتاع المفروض الاحتياجات البيئية في وقت البرودة في شهر 12 وفي شهر 1 كان فيه اعتدال لدرجة الحرارة وقت النهار وانخفاض درجة الحرارة وقت الليل، وبالتالي كنا بنتكلم في 27 درجة من 25 27 28 درجة في النهار، وبنتكلم من 15 18 او اقل ساعات اوقات بتوصل ل 12 درجة. فالتباين الكبير ده اثر بشكل كبير جدا على كفاءة وانتاجية وجودة محاصيل الخضر بشكل عام. لما بنتكلم على محاصيل الخضر بشكل عام بنتكلم على محاصيل استراتيجية في الخضر زي الطماطم زي البطاطس زي الكنتالوب، بيجي بعد كده الكنتالوب وبيجي بعد كده الخيار سواء الصوب او الارضي. معظم المحاصيل دي حتى باختلاف الاصناف واختلاف درجة تحملها اتأثرت بشكل كبير جدا
في الفتره اللي فاتت. بعدين لسه المزارع ما فيش ايه يعني. انا طبعا احنا ممكن نتكلم فيه برضو في موضوع الاسعار موضوع التسويق وليه ما فيش سياسه تسويقيه كويسه تخدم المزارع، وده هنخلي له نقطه ثانيه دلوقتي. لكن ممكن نتكلم بصوره اكبر ايه المحاصيل اللي تضررت بصوره اكبر خلال هذه الموجه. يعني حضرتك قلت بصوره عامه ان في مشاكل بتواجه المحاصيل سواء الاسعار سواء التسويق سواء، لكن اليومين دول ايه المحاصيل اللي تعرضت للازمه؟ تمام. طلعنا من المشكله بتاعت فرق تباين درجه حراره الليل والنهار، بقى في اصابات مرضيه بشكل كبير ما كانتش موجوده قبل كده، على راسها مثلا في الباذنجان ظاهره بشكل كبير خالص ومنتشره بشكل كبير في شمال مصر، اللي هي الفايتوبلازما او المايكوبلازما. ده بسبب الموجه ولا بسبب ده قبل الموجه؟ ده قبل الموجه، وبالتالي اجهد النبات، فالنبات كمان بعد ما كان تحت الاجهاد السلبي ده قبل بقى موجه الصقيع او البرد. البرد بشكل عام بيأثر بشكل كبير جدا على محاصيل الخضر اكتر بكتير من الفاكهه بحكم شكل المورفولوجي للنبات. النبات بيبقى غض اكتر، الخلايا بتاعته بتبقى حيويه اكتر لان دوره حياتها بتبقى اسرع، وبالتالي بيحصل تكسير او تهتك بشكل كبير جدا لجدر الخلايا، وبيحصل ارتباك في الميتابوليزم بشكل عام بالنسبه للنبات، الميتابوليزم اللي هو الهدم والبناء، عمليات الايض بشكل كبير، وبالتالي النبات ما يقدرش يعمل عملياته الحيويه بالكفاءه بتاعته. البرد اثر بشكل كبير جدا على كل المحاصيل المكشوفه اللي هي زراعات الخريف اللي بنسموها احنا زراعات موسم طويل، زي على راسها الباذنجان، وبعد كده اثر على الكنتالوب لان الناس كانت بدات تكشف نتيجه ارتفاع درجه الحراره في الفتره اللي فاتت، بدات تتخلى عن البلاستيك. شوف يعني احنا معانا محاصيل غرقانه بصوره كامله، يعني يمكن يعني ده غرق بصوره كامله الزراعه على الانفاق. هي الصور دي من الموسم الماضي، بس احنا بنقول ان احنا مش عايشين من الموسم الماضي. في بعض الحاجات من في حاجات من الموسم اللي فات، وفي حاجات من بتاعه الغرق الكبيره دي في الدلتا. في الدلتا الايام دي. بس تاثير المطر الشديد كان في المدن الساحليه في مناطق الدلتا بس، واثر بشكل كبير جدا على الصوب، وطبعا برضو سرعه الرياح مش معتاد ان يبقى في مطر شديد مع سرعه الرياح بالشكل اللي احنا عشناه ده، غير الموجه اللي حصلت السنه اللي فاتت في بدايه شهر مارس 12 مارس تقريبا. كل محاصيل الخضر على راسها طبعا الطماطم اللي مزروعه في عروه الانفاق، او الكنتالوب المزروعه في الانفاق، او البطيخ المزروعه في الانفاق، او الباذنجان المتغطي او المكشوف، كله بتاثر بشكل كبير جدا. البرد بيأثر عليه وبيقلل بشكل كبير خالص الانتاجيه والكفاءه نتيجه زي ما احنا قلنا الارتباك الكبير اللي بيحصل في النبات على شكليه المورفولوجي والفسيولوجي. طبعا المورفولوجي هو هو الا شكل اللي بيحصل جوه النبات. اتفضل. شكرا باشمهندس. نروح لباشمهندس، لكن في كذا حاجه هنتكلم فيها، لكن قبل ما نتكلم معانا علاء من الغربيه. استاذ علاء. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا فندم. يا حضرتك دلوقتي المشكله اللي حصلت دلوقتي ان العالم كان السائد قوي غير الفصل، ودي بتبقى ريه سريعه، المفروض ما تقفش، هي مش عارف مع حضرتك فاغلبيتنا قبل الشتوى ديت بس اربع ايام ست ايام، يعني اكثر واقل واحد يعني. فدلوقتي حضرتك الفصل يعتبر الميه دي زادت عليه قوي. فايه المفروض ان احنا نعمله عشان نقوم البصل نخليه ما يتفش وما يتعرض للامراض؟ تمام، شكرا. في موجه ثانيه لما يقولوا خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله، فنعمل ايه احتياطات اكثر عشان الميه ديت زياده على البصل بتاثر؟ تمام، موضوع شكرا. موضوع الغله بعد اذن حضرتك، اغلبيه الغله القمح يعني بقت في اغلب المناطق عندنا حضرتك. شكرا جزيلا يا استاذ علاء. دول هنرد على حضرتك باشمهندس. البصل تبعك صح؟ طبعا. ايه الحل بقى يعني؟ ايه الحل لل اول حاجه؟ هو هنا انا ما سمعتش كويس قوي، بس انا فهمت انه في كميات ميه كتير، فاحنا هنا الحل الاساسي ان اول حاجه طبعا احنا بنمنع عمليات الري بشكل كبير لان انا عندي كميه ميه تكفي فتره طويله. الحاجه الثانيه ان لازم في النقط دي لازم كل سنه بنوصي نفس التوصيات، يا جماعه الصرف الزراعي الصرف الزراعي الصرف الزراعي من هنا لبكره. بعد كده لما النبات يبدا يفوق شويه، لانه هيضطر ما قدامناش حل غير ان احنا نستنى لحد ما تبدا الارض تمتص جزء كبير من الميه دي، وابدا اتعامل مع النبات على المجموع الخضري، اعمل رشات لتغذيه النبات اللي هي تعيد تاني بناء الخلايا وتبدا تعوض الكربوهيدرات اللي اتكسر، لان النبات بيبقى منهك تماما.
لما تبدا الارض تمسك نفسها شويه وتبدا الجف تجف توصل لمرحله الساعه الحقليه، بنبدا احنا نتعامل مع المجموع الجذري بان احنا نضيف منشطات جذور، ممكن قبلها كمان نرش نعمل تسميد نسحب في السماده اذا كان ري بالتنقيط، واذا كان ري بالغمر نحاول نضيف مبيد فطري يتعامل مع الفطريات التربه على اساس ان احنا نحمي المحصول من الامراض الفطريه اللي ممكن تصيب او المحتمل بشكل كبير جدا ان هي تصيب النبات في الوقت ده. بعدها مباشره بعمل عمليه تعطيش، وبعد كده عشان يبقى المجموع الجذري مهيئ اعمل تسميده او حقن لمنشط جذور يساعد على نمو الجذور من مره ثانيه يعني. في نفس التوقيت او بعدها بكام يوم لما النبات برضو يبدا يبقى شويه العصاره تشتغل جوه النبات، ابدا اشتغل بمحلول رش ورقي بتركيبه بقى هنقولها لكل المحاصيل. طب احنا نخلص بس معانا باشمهندس، يعني اتكلم في نقاط مهمه جدا دكتور اسلام، منها هل الموجه دي لها دور في اصابه محصول المانجو باي امراض فطريه، امراض حشريه، امراض جذور الى اخره؟ بالظبط. انا عايز افرق بس الناس تفرق ما بين اثنين مزارعين، واحد كان مقاس الشجر كويس قوي وداخل الشتاء كويس قوي، وواحد تاني مش مجهز شجر كويس، وهنقول ان الاثنين عدى عليهم نفس الظروف، نفس الظروف الجويه، نفس التقلبات بالظبط. تمام. الاول اللي هو مجهز نفسه كويس وشجره مخزنه كويس قوي، دخل فتره الشتاء حصل عنده طبيعي تزهير مبكر بسبب مخزون الكربوهيدرات العالي اللي عنده، حصل ان هو التزهير المبكر عمل له ازاله، الشجره نفسها تعرضت لدرجه حراره اقل وبعدين ارتفاع في درجه الحراره، فطبيعي ده هيحصل عنده تزهير خلال الفتره الجايه بدون اي ضرر وبدون اي مشكله خالص. ده اللي ماشي سليم ومفيش اي مشكله، ده اللي ماشي سليم حتى يعني حصل حتى في سرعه الرياح اللي موجوده، لو كان الشجر بتاعه قوي ومفيش مشكله وفي مصدات رياح وواخد يعني احتياطاته الواجبه فما فيش مشكله، حتى الريح فادتنا في عدم تكون صقيع على الاشجار الفتره اللي فاتت، فهو هيجي معاه تزهير كويس قوي، وتزهير جوده التزهير مش زياده تزهير، يعني هي مش ميزه ان يكون عندي زياده تزهير، لا الافضل يكون عندي جوده تزهير، يعني الشمراخ الزهري نفسه يكون شمراخ قوي، نسبه الازهار الخنسة اكتر من الازهار المذكره اللي موجوده، وداخل الشتاء مفيش مشكله. في مزارع تاني داخل يعني الموضوع مش في دماغه قوي، عنده المحصول موجود، كان مهمل جامد في موضوع دخول الشتاء، ما اسسش شجره، الشجره عملت تزهير مبكر نتيجه ضغط الجو وتغير التغير المناخي، فالشجره طلعت تزهير مبكر بالفعل، وهو عمل له تكسير او ما عملوش تكسير، فاللي حصل ان هو دخل فتره الشتاء المخزون الكربوهيدرات اللي الشجره حصل له استنزاف بسبب التزهير المبكر، وبسبب ان هو شال التزهير المبكر او ما شالش تزهير مبكر فعجلت معاه ببعض الاصابات. اهم الاصابات اللي بتيجي خلال الفتره الجايه بسبب التحول او التقلبات الجويه اللي حصلت، في تبكير في اصابات البياض الدقيقي على 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 شبريخ الزهريه في اشجار المانجا، في طبعا كميه المطره اللي نزلت دي الناس اللي لازم تعمل حسابها انها تاخد بالها منها، الكميه دي كميه معتمده، كميه يعني لازم يعتمدها، عشان هو لو زود ميه هيعمل عفان جذور وهيعمل مشاكل. خلال الفتره اللي جايه برضو لازم هو يراعي احنا هنتكلم في التوصيات. تمام. فلو انت خلصت تاثير او طريقه عمل المزارع اللي هو ما التزمش بتوصيات خلال الفتره الجايه وزرع غلط، في تخوف من مزارع المانجا من موضوع الشمراخ المختلط، يعني حاول برضو تنوع. هي الفتره اللي فاتت برضو التقلب اللي حصل دوت عمل ظاهره، ما انا اقول لحضرتك عشان بس في حد عاوز يسال على المانجا، فممكن ندخله عمل ظاهره اللي هي ظاهره التزهير المختلط كويس، او الشمراخ الزهري اللي هو فيه يحمل ازهار خنسة وفي نفس الوقت بيحمل اوراق، والشمراخ ده الناس متخوفه منه، بس انا بقول للناس ما فيش اي مشكله بالنسبه له خالص، الشمراخ ده بيعقد وبيبقى كويس جدا، والورق اللي موجود على الشمراخ الزهري دي بتبقى مصدر غذاء، وهي اقرب مغذي واقرب مصنع للغذاء، بيقدر يدي الزهره حقها من الغذاء، فما فيش مشكله، وبتعمل حمايه كمان، الورقه دي بتعمل حمايه للشمراخ الزهري في فتره من الفترات ارتفاع درجه الحراره، ما فيش اي مشكله خالص، واهم حاجه ان هو خلال الفتره الجايه اهتم بال حضرتك. طب احنا معانا استاذ محمد من البحيره. استاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا فندم. طبعا برحب بالمهندس كرم سليمان والمهندس اسلام والمهندس سالم.
طبعا انا كنت عايز اسال المهندس كرم بالنسبه للمعاملات اللي ممكن المزارع يبدا بيها بالنسبه مثلا ما اصغرش تزهير، ايه اهم المعاملات؟ بس انا ده سؤالي، وانا طبعا برحب باستاذنا ومحضرك المهندس محمد بركات، هو اكيد عارفني يعني. طبعا شكرا باشمهندس محمد بركات، شكرا ليك، وان شاء الله تشرفنا كده في حلقه من حلقاتنا. تمام، المعاملات المفروض ان احنا نتبعها خلال الفتره الجايه، لازم نعجل برشات البياض الدقيقي خلال الفتره دي، لان بدات تظهر اصابات بياض دقيقي بسبب بعض الشماريخ الزهريه اللي هي لم يتم ازالتها الفتره اللي فاتت، وحصل تفتح الازهار، فطبعا يعني بكرت شويه بظهور، وطبعا مع سقوط المطره بكرت شويه بالاصابات البياض الدقيقي، بدات تظهر اصابات للفحه الازهار، فلازم احاول اشتغل ب خلال الفتره الجايه بمبدايه ثنائيه الغرض اللي هي بتشتغل معايا على البياض الدقيقي، وتشتغل على اللفحه ماده زي سيفونات المصير، ماده زي الميترام، ماده دايفينوكونازول، بروكونازول، الحاجات اللي هي ممكن تشتغل معايا على تكون ثنائيه الغرض. رشه الكبريت الميكروني من اهم الرشات على الاطلاق خلال الفتره اللي موجوده، حتى لو اتكررت اكتر من مره. دي لكل المزارعين يا جماعه، دي توصيات لكل المزارعين، دي لكل المزارعين. يعني احنا الفتره دي الكبريت الميكروني انا بعتبره هو الساحر خلال الفتره اللي موجوده، يعني ما تحاولش يعني تدور على حاجه غاليه عشان خاطر تقول هي دي اللي هتجيب معايا، لا، انا بقول لك انت معاك ساحر اسمه الكبريت الميكروني. الكبريت الميكروني ده يعتبر من الحاجات القليله قوي اللي بتصنف على انها مبيد فطري، وفي نفس الوقت لها تأثير حشري لأنه بيشتغل كتير أو منفر للأكاروس، وفي نفس الوقت بيشتغل على بيعمل وقائي كويس جدا للبياض الدقيقي. الفترة اللي جاية مهم جدا جدا أن أنا نحافظ على نسبة الرطوبة، أحافظ على نسبة الرطوبة اللي في التربة، لأن الشجرة نفسها عشان تقدر ترفع عنها الإجهاد خلال الفترة اللي جاية دايما مع وجود رياح أو مع ارتفاع درجة الحرارة، المفروض ان حضرتك تبقى عامل حسابك ان الشجره لازم تعوض الفقد اللي بتفقده. الناس مش واخده بالها ان الريح من اكتر الحاجات اللي بتاثر بالسلب على فقد الميه، اكتر حاجه بتخلي الشجره تفقد ميه مع ارتفاع درجه الحراره او في غياب درجه الحراره هي الرياح. لازم تحافظ على نسبه رطوبه كويسه خلال فتره شهر 4 اللي جاي، لازم تاخد بالك في موجه حر بتيجي كده 3 او 4 ايام، بقى لها كام سنه بتجي لنا كده وبتعمل مشاكل وتصفيه في الشماريخ، ناخد بالنا لازم نحافظ على نسبه الرطوبه، نحاول نعدد شويه في المواد الفعاله اللي احنا بنشتغل بيها على البياض الدقيقي وال طب خلي توصيتين، نخلي توصيتين لاخر الحلقه. تمام كده. طب احنا بص، علشان بس حد سال عن القمح معانا الدكتور عبد السلام شناوي رئيس بحوث بمتفرغ بمحطه بحوث سخا. دكتور عبد السلام السلام عليكم. اهلا بحضرتك، عامل ايه؟ شو الشعبان، ربنا يبارك فيك. دكتور، حد بس مزارع سأل عن إن الموجة دي تسببت في يعني آثار سلبية كبيرة لمحصول القمح، عاوزين بعض التوصيات للمزارعين في دقيقتين بس من حضرتك. نعم، في البداية بحييك الشعبان وبحيي ضيوفك الكرام. ربنا يخليك يا دكتور، اتفضل. الله يبارك لك. الصوت في شعبان متعادل. أنا سامع حضرتك يا فندم. سامع كويس؟ سامع يا فندم، اتفضل. ماشي خلاص. هو الحمد لله احنا بس في الاول بناكد على شيء، ان دايما اللي بيلتزم بالممارسات الصحيحه بيكون الضرر عنده اقل من اللي بيلتزم ما بيلتزمش بالتوصيات. حقيقي، وده المهندس كرم قاله الحقيقه. نعم، بمعنى ان اللي زرع في الميعاد المناسب بفضل الضرر عنده اقل من اللي زرع بدري اللي في مرحله الامتلاء، يعني الفطور العجيني او الفطور اللبني الرؤاد عنده شديد او درجه الرؤاد كبيره شويه. لكن هو احنا يعني بفضل اتوقع ان الضرر مش كبير، يعني ضرر في القمح مش كبير، حتى لو في رؤاد نسبيا الرؤاد القمح يعني هيقوم تاني ان شاء الله، يعني في نحماء صحيح، لكن مش هيأثر كثير في المحصول. وال يعني حتى الناس اللي اشتغلت على الرؤاد والخساره في الرؤاد عم اشتغلوا على مواد مختلفه ولقوا المواد دي فعلا بتفرق في الرؤاد وبتاثر النبات، لكن في النهايه المحصول ما بتاثرش او تاثير محدود جدا او طفيف جدا. فده بيطمننا الحمد لله شويه. لكن احنا اذا كان ارض فيها رطوبه او كان فيها ميه لابد صرف الميه مباشره، ان احنا بفضل الله بعد الموجه دي لازم نفحص القمح كويس، لانه ربما ظروف مناسبه للصدى يظهر صدى اصفر او امراض فطريه طبيعي مع ظروف الرطوبه العاليه والظروف الجويه ديت ممكن يظهر. فبنركز خصوصا على الاصناف الحساسه او الاصناف قبل الاصابه، زي اذا كان حد زرع جمله 11، زرع 6 12، زرع سندويل واحد،
لابد بعد الموجه دي نفحص القمح كويس بحيث لو عندنا اي اصابه نرش مباشره وما ناخد قرار سريع بالرش باحد المبيدات الموصى بها. وبفضل الله المبيدات موجوده في الارشاد الزراعي في جميع ادارات الارشاد الزراعي المنطقه الجمهوريه. موجود مبيدات في الفطريات الاصداء موجوده ومتوفره، فاذا كان في اي اصابه على طول بالرش وبتتابع على طول. بالنسبه لرؤاد القمح، يعني هو سال على يعني لو في نسبه رؤاد عاليه او متوسطه، نعم. ايه الحل ليها؟ نعم. يعمل ايه؟ ما فيش حل، ما فيش حاجه. يعني اللي يقول لك اي علاجات للقمح اللي رائد في ماده كيماويه او رش باي ماده في يخلي القمح يقوم او يخليه، ده كلام كله كلام ولا ليه اي اساس. هو مش شرط نرش، يعني ممكن يكون معاملات زراعيه مثلا في الري. ما فيش اي حاجه اطلاقا. لكن انا بس برضه عايز اطمن ان الموضوع مش خطر بالشكل. يعني انا النهارده في المزارع النهارده وشفت الرؤاد ما هوش بالشكل اللي يخوف او بالشكل، كلها نسب يعني محدوده بفضل الله. وحتى اللي فيه رؤاد لسه القمح خفيف، يعني حتى ما هوش ايه. فبالتالي ان شاء الله هيسحب في ركبه تحت، لكن هيقوم ويبقى كويس جدا ويعوض. طب دكتور يعني توقعاتك لانتاج محصول القمح في ظل التقلبات الجويه بصوره عامه ايه خلال الفتره الجايه؟ نعم والله حسابات البشر تختلف عن حسابات ربنا سبحانه وتعالى. يعني احنا احيانا ممكن النهارده نتوقع، بنقول ان الجو الاول كان حر وبالتالي التفريح كان بسيط واللي زرع بدري خصوصا انضر برضه كتير، لكن ربما الفتره الجايه الجو معتدل يعوض في الامتلاء والدنيا تختلف. يعني فالزراعه يعني كل الامور مش بايد المزارع او بايدنا احنا، اللي احنا يعني في امور كتير جدا ما هيش بايدينا، ودي اللي بنعتمد عليه بنقول يا رب. النهارده بقول له المزارع اللي عنده رؤاد بطمنه بقول له ان شاء الله ما تخافش، الرؤاد مش مشكله كبيره في الظروف ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتورنا باذن الله ان شاء الله ربنا يكرم ويعوض الفتره اللي جايه وتبقى ظروف معتدله ويبقى الامتلاء مرحله الامتلاء كويسه، وحجم الحبه ما بيكون الامتلاء جيد بيعوض في المكونات الثانيين سواء عدد السنابل او عدد حب السنبله، وبالتالي في النهايه المحصول النهائيه بتكون قريبه وما فيش نقص كتير في المحصول ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور عبد السلام المنشاوي رئيس بحوث متفرغ بمحطه بحوث سخط تبع مركز البحوث الزراعيه. شكرا جزيلا ليك باشمهندس سالم، انا اتوحشتك والله بصراحه، وحشتني من فتره ما شفتكش. طب يا باشمهندس يعني كمل على محصول العنب، هو محصول اقتصادي مهم. توقعاتك الموسم ده في ظل التقلبات الجويه سواء من شهر او دلوقتي لانتاج هذا المحصول ايه؟ تمام، هو زي ما قال الدكتور ولمحه عن التسويق. تمام، زي ما قال الدكتور احنا بنتدخل بنسبه كبيره جدا في ضرر النبات. يعني التقلبات المناخيه دي مش في ايدينا طبعا، ما لناش دخل فيها، لكن معاملتنا احنا وطريقه تصرفنا مع التقلبات دي هي الفيصل اللي بتحدد هل احنا هنقدر نكمل بشكل كويس او لا. التقلبات اللي موجوده دي عملت زي ما قلت حضرتك في العنب المبكر ضعف في الخصوبه الى حد ما. العنب المتاخر هيواجه شويه مشاكل بسبب الامطار اللي نزلت دي، ممكن يكون يحصل ارتداد على الاملاح على الجذور فيعمل حروق في الجذور ويعمل اعفان بعد كده. الحاجه الثانيه هيبقى انا متوقع نشاط قوي جدا لفطريات البط دي والاعفان، متوقع نشاط شرس جدا من البق الدقيقي. دوت الثمار برضه هيكون لها تواجد بشكل كبير ومنتشره افقيا في جمهوريه مصر العربيه بشكل ضخم السنه دي. يا ريت بس ناخد بالنا بدري، نحاول ان احنا يعني نتفادى الحاجات دي برشات وقائيه. بالنسبه للتسويق انا شايف ان السوق زي ما توقعت السنه اللي فاتت، السوق هيبقى جيد من ناحيه الاسعار لكن مش هيبقى جيد من ناحيه الاوزان. كميه انتاج الفدان هتبقى اقل بكتير جدا من السنه اللي فاتت، خاصه في الاصناف المبكره بسبب اجهاض عدد كبير جدا من العنايد، فاصبح عدد العنايد الموجود على الشجره قليل. الحاجه الثانيه الموسم هيبقى كومباكت بشكل كبير، يعني قصير، الموسم هيبقى قصير، فبالتالي مش هيدي فرصه لحبات العنب انها تعمل انقسامات كفايه تزود عدد الخلايا داخل الثمره فتزود الوزن بعد كده، فهيبقى في ضعف كمان في اوزان العنقود نفسه. السايز هيكون كويس لكن كوزن مفيش، الوزن قليل اقل من السنه اللي فاتت. انخفاض المحصول انا شايفه هيكون حوالي من 30 ل 35%. انخفاض في المقارنه بالسنه اللي فاتت. في انتاجيه الفدان. مقارنه بالسنه اللي فاتت. مقارنه بالموسم اللي فات. بالنسبه للاصناف المتاخره. ده هيأثر على السعر. طبعا. هيزوده؟ هي هتبقى السعر هيبقى كويس. الحاجه الثانيه ان المزارع كتير متفاوته في الاطوار، يعني تلاقي مثلا في مزارع داخله على تزهير ومزارع لسه شويه ومزارع المكشوفه كلها متاخره، فيبقى المدى التسويقي او المسافات بين المزارع وبعضها واسعه، فده مش هيخلي فيه تكدس في السوق.
حتى لو ما حصلش تصدير بكميات كبيرة، أنا شايف السنة دي برضو السوق المحلي هيكون أسعاره كويسة جدا. بس توصياتي للناس اللي عندها عنب مكشوف ما يحملش الشجرة. طب احنا نسيب التوصيات للآخر كده علشان الناس تبقى الناس معانا. فاحنا معانا الدكتور عز الدين إبراهيم وهو أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة الأزهر. دكتورنا السلام عليكم. أهلا وسهلا أستاذ شعبان، إزيك؟ أهلا أهلا بحضرتك، اتفضل يا دكتور. تحياتي لتلامذتي إسلام حب الدين، مهندس إسلام حبيبي. هو أول ما سمع صوتك قال ده حبيبي. المهندس سالم وغنيم حبايبي حبيبي يا دكتور، ربنا يخليك. ومعانا المهندس كرم كمان. المهندس كرم سليمان طبعا، ربنا يخليك يا دكتور. ازيكم عاملين ايه يا اخبارك؟ ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور. انا والله انا سعيد جدا ان انا شفتكم على التلفزيون بصراحه كده، والواحد حس ان هو يعني ده مش اول مره، ده نجوم، دول نجوم يا دكتور يعني. الله يخليك، ربنا يكرمك. انا بس عايز اسالهم، هل الفلاحين او المزارعين يعني بيبقى عندهم خبر بالتنبؤات الجويه او بالتقلبات الجويه اللي هتحصل، ولا بيتعاملوا معاها تلقائيا لما بتحصل فجائي كده يعني؟ هل هم مثلا هم بيعرفوا قبلها ولا لا؟ بيعرفوا قبلها ولا لا؟ ومين اللي بيعرف الناس المزارعين؟ وازاي الناس اللي هم المهندسين بيتعاملوا مع المزارعين في الوقت ده؟ وهل بيستجيبوا لهم ولا كل برضه فلاح ماشي من دماغه زي ما احنا بنقابل كتير يعني؟ شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور. وسلامنا للجميع اللي عندكم يعني. شكرا شكرا، ان شاء الله تشرفنا قريبا يا دكتور. شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور عز الدين ابراهيم، استاذ المحاصيل ب كلية الزراعة بجامعة الأزهر، شكرا جزيلا لك. مين يجاوب؟ أنتوا الثلاثة طبعا. طيب طبعا تحياتنا للدكتور عز وأستاذنا. الحقيقة أن الأدوار بالنسبة للمزارع الأدوار متفاوتة، المفروض أن المنوط به في الأساس هو وزارة الزراعة وتحديدا مركز مع مركز المناخ، وده بيقوم فيه بعض شهادة الزراعة يعني، شهادة الزراعة بشكل عام، وده بيقوم فيه بعض الأدوار، في الناس بتجتهد فيه بشكل كبير جدا، رأسهم طبعا دكتور محمد علي فهيم طبعا. وانا بعتبرها دايما اجتهادات فرديه بصراحه يعني، ما نعقدش ده على انه نقد، على قد هو اجتهادات فرديه مش ضمن منظومه. ده ردا على سؤال الدكتور عز. الجانب الثاني بيبقى اجتهادات المهندسين او شركات القطاع الخاص اللي موجوده على الارض، عن طريق فريق الدعم الفني الموجود للشركات دي. والدور الثالث هو الميديا عموما بقى، بس سواء كانت السوشيال ميديا. انا من وجهه نظري الشخصيه ان الميديا هي اللي بتقوم بالدور الاكبر. مظبوط. وكل الناس اللي عنده معلومه بيسارع انه يعرفها للناس قبل الموضوع يعني بفتره، خاصه ان دلوقتي ان الاستشاريين والمهندسين الزراعيين والباحثين والدكاتره كله بيشتغل للفلاحين يعني. في تعليق على سؤال الدكتور عز الدين؟ طبعا انا سعيد جدا، لا سعيد جدا بالمداخله بتاعت استاذنا الدكتور يعني. بس احنا بننبه المزارعين اللي معانا طبعا باستمرار، بس بيبقى على يعني على المستوى الشخصي او القريب منك اللي هو شغال معك بطريقه مباشره، وبنكتب كمان على السوشيال ميديا. على فكره السوشيال ميديا طورت كتير جدا في الثقافه الزراعيه في مصر، ولها تواجد كبير يعني. حتى لو حد حاول ينكر كده، لا هي فرقت كتير جدا مع ثقافه المزارعين وطورت منها، لكن برضه هي ممكن يكون لها بعض السلبيات في ان المزارع بيكون مشتت بين الاراء شويه. كله بيكتب يعني، مش لا برضه في ناس ممكن كلامها مش مظبوط. مظبوط، ولكن هو المزارع في الاخر بيكتشف الغسل من السمين يعني، بس بعد ممكن يكون حصل له دروب ولا حاجه. فتوصيات ان انت تتابع مع الاستشاري بتاعك كويس كمزارع، اساله على الارصاد لو انت ما بتقدرش تتابع النت كويس، اساله احنا بكره هنعمل ايه، هنفتح بلاستيك ولا مش هنفتح، هنصفي ميه المطر ولا الدنيا هتبقى ايه، هنروي بعد المطر ولا مش هنروي. لازم تتابع دي معاك كويس يعني. شكرا باشمهندس. باشمهندس كرم في دقيقه او في 30 ثانيه رد على الدكتور عز الدين. طبعا برحب بالدكتور وبشكر ثنائه. بالنسبه للمزارع يعني برضو المزارع عايز يتسال يعني، هو بيستقي معلومته من مين؟ كويس يعني. انا عايز اسال المزارع برضو سؤال يعني، هو في الوقت الحالي لما بيحب مثلا لما بيعيا بيروح لدكتور، بيروح لدكتور كويس، ما بيروحش لمدرس رياضيات يعني تمام. هو دلوقتي المفروض المزارع يدي العيش لخبازه زي ما بيقولوا، ويعرف ان المسؤول عن مزرعته او المسؤول عن الشجر بتاعه هو مهندس زراعي، هو في الاساس تخصص مهندس زراعي كويس. وكلمه مهندس زراعي دي كلمه قيمه جدا، لازم تاخد حقها وتقديرها في البلد، لان المهندس الزراعي هو المسؤول الاول عن الامن الغذائي صحيح. في مصر،
وفي العالم كله وليه قدر كبير في جميع الدول. احنا نسال المسؤول، احنا معانا دقيقتين على التوصيات، هنلف كده لفه على التوصيات علشان ما حضرتك توصيات ثانيه. طيب تمام باشمهندس. دكتور، توصيات في عجاله للمزارعين، المزارعين الخضر سريعا. اول حاجه، اللي عندك ميه كتير ما بين الصوب لازم يخلص منها. الحاجه الثانيه، ما تفكرش في التسميد النهائي دلوقتي. الحاجه الثالثه، قلل فترات الري بعد امتصاص التربه للميه اللي موجوده. الحاجه الرابعه، لما تبدا النبات يبدا يمسك نفسه شويه ويبدا يعد جزء من حيويته، ابدا اشتغل بمنشطات الجذور، ولازم نعمل سحبه مبيدات فطريه، ده ضروري جدا عشان الفتره اللي جايه. اشتغل مباشره على الامراض الفطريه بعد ما النبات يرجع له شويه حتى من الشكل اللي كان عليه. بعد ما النبات يستعيد 70% من قوامه، ابدا اشتغل على عمليات التسميد من جديد. ابداها برشه مركزه فيها 200 جرام على 200 لتر، كل المعادله اللي جايه دي على 200 لتر، 200 جرام 19 100 سنتي او 100 جرام من الاحماض الامينيه، من 75 ل 100 سنتي مستخلص طحالب، وبعديها مباشره برشه كالسيوم بورون، بعدها مباشره برشه بورون بولبدرام، علشان اقدر اكون جدر الخليه ثاني من جديد واخلي النبات يقدر يستعيد حيويته. مهندس كمل توصيات. طيب في 30 ثانيه بس، لان احنا معانا دقيقه ونص. طيب تمام. سريعا انا اقول لحضرتك، خلال المرحله اللي جايه في حاجة هنسميها عناصر الترميم، يعني الفترة اللي جاية لازم المزارع يشتغل على ايه. بالنسبة للرش لازم يهتم بمجموعة من العناصر سريعا كده. العنصر النحاس من العناصر مهمة جدا خلال المرحلة دي، لان العنصر ده بيساعد على تكوين طبقة اللجنين في الجدر الخلوية، فتكون اكتر قوة ومجابهة للظروف المناخية المتقلبة. العنصر الثاني لازم يشتغل على مركبات البوتاسيوم فوسفايت. المركبات دي بتزود تكوين حاجه اسمها الفايتو الكسينات، زي الاجسام المضاده اللي في جسم الانسان كده. دي موجوده، الفايتو الكسينات دي بتتكون في جسم النبات يعني لمقاومه الظروف الصعبه. يشتغل على في فتره من الفترات على الاحماض الامينيه، وخاصه الاحماض الامينيه المسؤوله عن الاجهاد زي البرولين، بس بشرط طبعا ما يكونش فيه اصابه فطريه. الفتره اللي جايه حافظ على نسبه الرطوبه على في التربه بدون مغالاه، يشتغل على يعني ما يحافظ على نسبه الرطوبه في التربه، يعني يحافظ على النبات ان ما يحصلش اجهاد. يعمل تنوع خلال الفتره اللي جايه في المواد الفعاله لامراض البياض الدقيق واللفحه. خلال الفترة اللي جاية أتمنى أن المزارعين خلال الفترة اللي جاية ربنا عز وجل يكرم خلال الموسم اللي جاي، والأمور تكون أحسن ما يكون إن شاء الله بإذن الله. يعني إحنا إن شاء الله إحنا نتوقع الأسوأ ونتأمل بالخير إن شاء الله. إن شاء الله. مهندس سالم في دقيقة. بالنسبة لنا أنا جاي عليك النهاردة، معلش بس أنا وضعك خد دقيقة في الآخر. اتفضل. بالنسبة لنا بالمتغطي لازم نهتم برشات البيض دي الفترة اللي جاية، خاصة درجة الحرارة لما توصل تتخطى ال 20 هيبدأ يحصل قلق بسبب الرطوبة الأرضية اللي موجودة بسبب الأمطار، فيحصل عنده مشاكل بالنسبة للبيض الدقيقي. يراقب حركة الجذور، لو في أي عفان بسبب الأمطار يبدأ يدي حقنة معالج عفان، يدي منشطات الجذور. في المتغطي بلاش يرش أحماض أمينية تاني، خلاص كفاية كده، عشان برضه ما يحصلش إصابات فطرية. بالنسبة للمكشوف الوضع مختلف، ما يرويش الأرض إلا ما يحسب دخل كمية الماء اللي نزلت المطر في حسبته، وما يرويش لما الارض تشرب الميه اللي هي حصلت ديت. بعد طبعا ما يدي ريه بسيطه بمعالج ملوحة او حمض كبريتيك عشان يطرد الاملاح. يشتغل من فوق دايما، يحاول يرجع نشاط الشجره تاني باحماض امنيه، بمستخلصات طحالب، تسيوم فوسفايت، عنصر الزنك. لازم يهتم بالحاجات دي عشان يقدر يعوض الاجهاد اللي حاصل. وموسم خير وموفق للجميع ان شاء الله. شكرا حضراتكم جدا. دكتور اسلام شكرا جزيلا، باشمهندس سالم شكرا جزيلا، باشمهندس كرم شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا معنا موضوع مهم جدا بيخص محصول، وهو محصول الفراوله. كان في يعني المسوق الرئيسي لجامعه فلوريدا اعلنت ان اسعار الفراوله هتقل خلال الفتره اللي جايه. احنا معنا الدكتور فهيم اورا، وهو مدير البرنامج الدولي لتربيه وتعجيل الفراوله بجامعه فلوريدا. دكتور فهيم ازي حضرتك؟ مساء الخير يا استاذ شعبان، مساء النور، الحمد لله بخير. ربنا يخلي حضرتك يا رب. احنا معانا يعني حوالي 7 أو 8 دقائق، عاوز اعرف من حضرتك فيهم تفاصيل انخفاض اسعار شتلات الفراوله للمزارعين في مصر.
تمام. والله استاذ شعبان البرنامج ده وفي برامج تانية كتيره جدا مجرد ان معالي الوزير والطفره التصديريه اللي حصلت في مصر في السنوات الاخيره وتشجيع عمليه التصدير واصناف جديده واسواق جديده طبعا وجود توجيهات معالي الوزير والاستاذ الدكتور احمد العطار رئيس الاداره المركزيه للحجر الزراعي واللي عملوه السنه دي ان هم ابتدوا يطبقوا قانون حمايه الملكيه بمساعده المصدرين والمزارعين وتفهمهم للوضع العالمي وموقف مصر بالنسبه للاتفاقيه دي. الناس كلها بترحب باي عرض من العروض دلوقتي. الشكله كانت بتتباع في مصر تقريبا ب 28 جنيه او اكثر وممكن تكون مكسوره ممكن تكون مش مصدرها الاصلي والى اخره. يعني في خلال السنوات اللي فاتت دي كلها مساعده مباشره للفلاح ابتدينا ننزل فيها لحد ما وصلت 10 جنيه والسنه دي طبعا بعد التحدث مع الدكتور احمد العطار والوزاره قدرنا ننزلها من الشركه ب 7 جنيه. عظيم. طبعا احنا في يمكن السنه اللي جايه ان شاء الله باذن الله تكون ارخص من كده لان انا ابتديت السنه دي بالفعل اللي هو الموسم اللي فات ان انا اجرب الجيل الاولاني وانتجه في مصر. اطلع منه الجيل الثاني وعملنا ده في صنف البريليانس اللي الناس هتجربه برضه السنه دي كلها وده صنف جديد. والناس هتشوف علينا بس بتشوف الوضع هيمشي ازاي في مصر وهيبقى في مشتل مركزي بدل ما الشتله ب 10 بقت ب 7 تبقى ب 5. طب المشتل الشتله وسعرها المشتل المركزي يا دكتور ده خلال قد ايه ممكن يكون ان شاء الله يعني يشتغل في مصر؟ المشتل اللي احنا هنبدا فيه في خلال الموسم ده باذن الله تعالى ولكن انت عارف ظروف الشفر بالنسبه للشركه والفريق بتاعها فما كانش ينفع ان احنا هنعمله بنفسنا لوحدنا ففي عندنا شركاء شركات محترمه جدا متمرسه في عمل المشاتل من قديم الازل هي اللي هتشارك شركه ايكلاند السنه دي على الاقل او السنه اللي جايه بمشاركه مصريه 100% ان هم يعملوا المشتل ده وهيتم توزيع الشتلات قدام الناس كلها من مصادر موثوق منها من خلال الشركه والاشراف الكامل بتاعها مع طبعا اشراف وزاره الزراعه كلي وجزئي والحجر ومعهد امراض النبات ومعهد فحوص البشاكين يعني كله هيبقى تحت اشراف كامل للحكومه المصريه باذن الله. طب دكتور سؤال يعني في عجاله بالنسبه للاصناف الفراولة الموجودة عددها قد ايه واللي مستهدف ادخالها لمصر ويعني توفيرها للمزارعين خلال الفترة اللي جاية ايه؟ الاصناف اللي موجودة على ارض الواقع في مصر دلوقتي لجامعة فلوريدا حوالي 9 اصناف ودي واخدة ماركت شير او يعني زي ما بنقول سوق كبير جدا في مصر يمكن 95-97% من الاصناف اللي موجوده في مصر هي من جامعه فلوريدا للظروف والملائمه والانتاجيه والى اخره. تقريبا اول برنامج يا استاذ شعبان ومش بقولها عشان انا مدير البرنامج لا البرنامج الوحيد اللي تقريبا بيقدم صنف جديد كل سنه او سنتين او ثلاثه ده ما بيحصلش في اي برنامج تربيه في الدنيا. ما شاء الله. الحاجة الثانية شركة ايكلاند اللي هي الوكيل الحصري لأصناف جامعة فلوريدا مش بس جامعة فلوريدا هي عندها ست برامج ثانية بتشتغل عليهم. لما الاتفاقية دي اتطبقت والوزارة قامت بواجبها والمصدرين بنشكرهم وبنشكر المزارعين وبنشكر كل واحد قام وساعد في العملية دي ابتدت تنزل ست اصناف جديده تحت اجراءات الحمايه دلوقتي في مكتب الحمايه في وزاره الزراعه. ما شاء الله يعني عظيم. اللي انا عاوز اقوله ان المزارع المصري في خلال سنه او اثنين هيبقى عنده تقريبا 19 ل 20 شنط فراوله يختار منهم اللي متاخر واللي بدري واللي مناسب لكافه سواء انواع التربه او الظروف الجويه المختلفه. بالظبط. كمان الحاجه الثانية اللي أنا عاوز أقولها لحضرتك بناء على طلبات مجموعة مصدرين كبار للمجمد والفريش لما جم زاروا فلوريدا هنا من سنتين ثلاثة اتعمل لهم صنف خاص يمكن أنا بعت الصور لحضرتك
يا ريت الزملاء يعرضوا. يبقى بديل لشمس الفيستيفال. انت عارف ان الفيستيفال 100% في مصر ده للمجمد. الناس ابتدت تقول عاوزين صنف جديد، صنف جديد، اتعمل لهم صنف ان شاء الله يتجرب. اسمه ايه يا دكتور الصنف الجديد؟ دي اسمه الميداليا. الميداليا زي كلمه ميداليا يعني. طب ده نزل في مصر ولا لسه؟ لا لسه ما نزلش، لان هو كوميرشيالي لسه ما طلعش من الجامعه بطريقه رسميه، ولا شركه ايكلاند خدت تسويقه بطريقه رسميه، ولكن يعني في خلال اسابيع. واتمنى ان انا اقدر انزله السنه دي. لو ما نزلش السنه دي هيبقى السنه الجايه، وده هيعمل تغيير كلي وجزئي في السوق المجمد. طب دكتور يعني اخر سؤال، يعني اخر سؤال لحضرتك في 30 ثانيه علشان الوقت، هو الناس لو مزارع حابب يتواصل مع حضرتك او يحصل على هذه الاصناف ازاي؟ هل لحضرتك هنا في مصر اشخاص معينين او فرع للشركه او وكلاء، ولا بيتواصل مباشره مع حضرتك من امريكا؟ لا شركه ايكلاند لها 2 موظفين في مصر، ومكتوبين في كل الاعلانات اللي احنا بننزلها سواء بحجز الشتلات او توزيعها او بيعها، بيتم عن طريق المندوبين او الموظفين الرسميين لشركه ايكلاند. وده اللي انا بقوله، ان انت لو شكيت في حد او حد باع لك تحت اسمنا او تلاعب بكلمات او الى اخره، لا تعالى كلمنا. يعني مين الموظفين دول وفي اي اماكن يا دكتور؟ يعني موجودين في مصر الاستاذ احمد صبري والاستاذ رشيد التهامي، ومكتوب اساميهم في كل الايميلات اللي بتوصل للمزارعين والمصدرين. وكل القائمين بالمنظومه بتاعه الفراوله بتاعه ايكلاند معروفين. يعني عظيم. المهاترات اللي بتحصل بقى، ان واحد ان شتله بتتباع مكسوره على انها مستورده، والقصه دي كلها يا استاذ شعبان، اتمنى لو واحد واجهه الحكايه دي يكلمنا مباشره، وانا هقول له اذا كانت فعلا بتاعتنا ولا مش بتاعتنا. انا بشكر حضرتك جدا دكتور فهيم اورا، المدير الدولي لبرنامج تربية وتهجين الفراولة بجامعة فلوريدا. شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا شكرا جزيلا لكم، نتمنى تكون حلقتنا النهاردة مفيدة بالنسبة لكم، وتابعونا كل خميس 8 مساء، أنا معكم شعبان بلال. شكرا جزيلا لكم. أحلى شباب في الكون، مصر هتزرع كذا مليون، هنصمم على الحلم ونوصل، وطريقنا اللي ابتدى راح يكمل بالصبر يا أحلام.